أما الساذبين أري وفق ربي باش هذه ضوع ربي سبحانه جل جلاله، خطر مري مث ذي الفايلس أري قافل أنمثياك لكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دايم الشيخ محمد الحسين الناس ولاش تصبحيث ورنسعي ثام الديث هذه لي والمزي ساعة 20 سنة دولي تزداد فرح ما شاء الله لقارتي في العقل لقادي سعو العقل ذي المعقول وذي حصو باللي بعد 60 سنة غادي يوال 80 سنة تيكوار تمزي تسفغ العقل أما كنا مذان شو غادي يقيم دائما مزي أكين كونيس مزيانا كونيس الجان الشباب إيه مرحلة مهمة جدا يعني فمزي لها مليح أما السعد بوينة فرصا معليش ذي الطاعة ربي وذي خدمة النظام هذه يبنو هذه خدمة تجارة هذه يسافر هذه خدمة الرياضة الله يعينه عادي لين يقرزن ولكن مطلوب منه الإعمار يعمر الدنيث وأينما يزمر مطلوب منه باش هذه ضوع ربي لا ثفيس ثياف ذي الأخرس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف الآية 110